بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. السب والقذف والشتيمه انواع. في ناس ممكن تقذفك في وشك، يا اما نتيجه خناقه حاميه بينكم وبتوصل حدتها لحد عدم السيطره على الاعصاب وصعوبه كبح جماح المنائي خيار اللي بيخرج في عز النرفزه، يا اما حد متغاظ منك ومتكاد واول ما بيشوفك يقوم مديهم لك بعلم الوصول. وفي الحالتين الاخ اللي بيشتمك في وشك ده بالرغم من انه لسانه فالت وما عندوش ما يسمى بالكنترول على اخلاقه، بس على الاقل بيقولها لك في وشك مش في ظهرك، وهو ادالك فرصه تعرف ان فلان ده تتجنبه بعد كده، او حتى تعرف ان ده عدوك مش حبيبك. انما بقى الخطوره الشديده انه حبيبك اللي بيبان في وشك انه حبيبك يجي من ورا ظهرك ويقول فيك اللي يخليك لو شفته بدل ما تقابله بالاحضان تقابله بالبوكس في وشه. ولو انت ست وفي حالك وكافي خيرك شرك ومحترمه وصاينه نفسك في بيتك او في شغلك او حتى في النادي ولقيتي نفسك مش متصانه على ألسنة الاخرين، هيبقى الوضع بالتاكيد مؤلم ومحرج، واحيانا هتبقي مضطره تدافعي عن نفسك وتبعدي عنك تهمه، يعني او تهمه انت اساسا بعيده عنها بالاف الاميال، لكن ولاد الايه لزقوها فيكي افترا. ولو ان الستات المحترمات هيلاقوا 100 من يدافع عنهم ويرد غيبتهم، انما نفترض انها ما لقتش اللي يرد غيبتها، يبقى ايه وضعها في مجتمع السيئه فيه بتلزق في صاحبها وفي اللي حواليه حتى لو اثبت براءته، حتى لو عدى على الموضوع ده سنين، هيطلع اللي يقول مش ده اللي كانوا بيقولوا عليه كذا، او ده اللي كان متهم في كذا. وعشان كده قذف المحصنات من الموبقات ومن الكبائر. عاوز تقذف محصنه حضرتك محدش هيمسك لسانك، بس دي كبيره لا تغتفر. ولو انت قذفت محصنه انت وعشره زيك ومية والف هتفضل هي محصنه برضو رغما عن انف الجميع، وسيادتك هتتلعن دنيا واخره. بنص الايه 23 في سوره النور، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. النهارده هنناقش موضوع قذف المحصنات بكل جوانبه مع فضيله الشيخ رمضان عبد المعز، اللي تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال بس بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا. النهارده موضوعنا يعني موضوع ماشي عبر العصور، قذف المحصنات، وشيء يعني وشيء ربنا يعني او الرسول عليه الصلاه والسلام قرنه بالشرك بالله، يعني لما يقول انه من السبع موبقات الشرك بالله ومنهم كمان قذف المحصنات اكيد ده يبقى شيء جلل. فضلت الشيخ رمضان عبد المعز اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. وليه قذف المحصنات جلل قوي كده يعني لعن في الدنيا والاخره اللي يقذف محصن؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. تحيه تقدير لمشاهدينا الكرام ولحضرتك، وكل عام وانتم بخير. وبعدين ايه اللغه العربيه الجميله دي؟ حلو قوي الجلل دي يعني. شفت بقى. بعدين ماشي انا سكت. اكرمكم الله. الاول بنذكر مشاهدينا ان احنا فتحنا ملف مهم جدا. تمام. من قول الله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجاء في القران والسنه الله تبارك وتعالى عد لنا كبائر في القران. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دي سورة الأعراف. وفي آية أخرى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فعدلنا برضو المحرمات. في السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام عد سبع موبقات مهلكات. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، يدخلوا النار بدون مرافعة. يعني منها اللي حضرتك تفضلت دلوقتي اللي هي القذف. قذف شيء بشع. يعني أنا دايما ببساطة جديدة كده مع مشاهدينا الكرام بقول السارق السارق أيوه. لو اتقال له يا سارق يزعل. اللي هو الحرامي اصلا يعني ابا عن جد. الحرامي لو الكذاب لو اتقال له يا كذاب يزعل، نلاقي ملامح وجهه تغيرت. وازاي وازاي تقولوا لي كده وهو كذاب؟ سبحان الله العظيم. يعني الطاهره العفيفه النقيه لما ترمى بابشع الجرائم، جرائم يعني قضيه عرضها، فيبقى يبقى يبقى موقفها ايه؟ عشان كده القران قال الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات
بغير ما اكتسبوا، دي في سورة الأحزاب، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما قالش فقد حملوا، حمل ده فعل الثلاثي، غير احتمل ده خماسي، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كأنه يقول كان القرآن عايز يقول ده شال بلوى كبيرة جدا هيقابل ربنا بيها ازاي ده. احتمل بهتانا وإثما مبينا، سبحان الله العظيم. طيب القذف ده من أبشع الجرائم اللي حذرنا منها القرآن والسنة، من أروع الخطب وأهم خطب خطبها النبي في حياته إيه؟ خطبة إيه؟ خطبة الوداع. الله يكرمك، خطبة الوداع اللي الأيام دي بتذكرنا بخطبة الوداع، خطبة موجزة شافية وافية فيها كل معالم الإسلام. ما نسيش النبي أكد على المعنى ده عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة خطبة الوداع مش خطبة واحدة، هو خطب ثلاث خطب النبي عليه السلام. خطبة يوم عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا، خطب في الناس خطبة فأكد على حرمة الأعراض. الأعراض عرض المسلم ده حرام، ما جيش ناحيته خالص، ده زي ما بيقولوا خط أحمر ما ينفعش أتجاوزه. وخطب خطبة يوم العيد نفسه اللي هو بيسموه يوم النحر، وخطب الخطبة الثالثة الثاني أيام التشريق اللي هو يوم 12 ذي الحجة. قال إيه بقى النبي عليه السلام؟ شوفوا التنبيه، أي يوم من هذا، كان يوم العيد بقى، أي يوم من هذا؟ فالناس وقفت كده سكتت، ما قالوش يوم العيد، ظنا منهم أنه سيسميه بغير اسمه. فقال فالنبي عليه السلام قال أليس يوم النحر مش ده يوم العيد؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ احنا في شهر ايه دلوقتي؟ المفروض يرد يقولوا ذي الحجة. سكتوا ظنا أنه سيغير اسمه، فقال أليس الشهر الحرام اللي هو ذي الحجة شهر حرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ احنا في أي بلد دلوقتي؟ سكتوا برضو. ان شاء الله نبقى في مكة صحبة كده ان شاء الله، احنا دلوقتي في مصر. فالنبي بيقول أي بلد هذا؟ كان في البلد الحرام فسكتوا. فقال أليس البلد الحرام؟ يبقى أنا عندي يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. فالنبي عليه السلام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، لحد ما تقابلوا ربنا يوم القيامة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني حرمات حرمات حرمات، يعني مش زي حرمة اليوم، حرمة أموالكم وأعراضكم وإيه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لحد إمتى يا رسول الله؟ لحد السنة اللي أنت كنت بتحج فيها حضرتك والصحابة، ولا لحد العصر الخلفاء الراشدين ولا الأموي ولا العباسي؟ تمام. إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب.